امبارح كان في عرض جدا مميز في مدينة رام الله. هذا العرض كان اسمه، الاسم حتى تبعه كان ملفت للنظر. اسم هذا العرض هو متهم، وهو عرض فني معاصر جمع مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة. هدول الأشخاص لم يسبق لمعظمهم أن وقفوا على خشبة المسرح. اليوم بينضم لنا عبر الهاتف لحتى، أو عبر زوم عفوا، لحتى نتحدث أكثر عن هذا العرض مصمم العمل الفني متهم الأستاذ شرف دار زيد. صباح الخير، أو صباح الخير أستاذ شرف. صباح النور، أهلا وسهلا في حضرتك، نتمنى لك نهار سعيد لليوم. تسلمي، شكرا. أستاذ شرف، يعني حضرتك مصمم عرض متهم اللي تم عرضه في رام الله، وهذا العرض كان مميز من جهتين. في البداية أنه جمع مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة. الفكرة الثانية أنه هدول الأشخاص لم يسبق لمعظمهم أنه اشتغلوا في هذا المجال أو نفذوا هذا العرض. فاحكي لنا شوي شو الفكرة كانت من هذا العرض. هو العرض من تصميمي ولكنه من إنتاج مؤسسة فن من القلب. نعم. المؤسسة هاي تعنى بدمج ذوي الإعاقة بالفن، والفن هو وسيلة مهمة جدا للتعبير عن قضايانا وعن الأمور اللي احنا بنعيشها. واحدة من أهم القضايا اللي موجودة وحاضرة بالشارع الفلسطيني اللي هي قصص ذوي الإعاقة. احنا التقينا مع المجموعة هاي وسمعنا منهم كل الحكايات اللي هم حابين انهم يشاركونا فيها. هم اغلبهم ما سبق انه قدموا عرض او حتى اصلا وصلوا على مصر. اغلب مشاركاتهم كانت بمؤتمرات اللي يجوا ويحكوا فيهم عن يحكوا فيها عن معاناتهم، ولكن للمره الاولى هم بيشعروا حالهم منتجين وبيشعروا حالهم انه فنانين، وكل واحد وواحد منهم نجم على المسرح. نعم. يحكي قصته من خلال العاب فنية اللي أشركوها مع الجمهور. هنا بكمن أهمية العمل بالنسبة لي. نعم. يعني هل كان في صعوبات أثناء التحضير لهذا العرض؟ وأبرز القصص اللي ظهرت، لو حدثنا شوي للي ما حضروا هذا العرض وما قدروا يتواجدوا فيه. طبعا هو مليان تحديات، وخاصة أنه إحنا بنشتغل مع مجموعة في عندهم إعاقة حركية، يعني في مين عنده شلل نصفي ومين في عنده بتر لأحد الأطراف أو قاعد على كرسي، فبالتالي الإعاقات مختلفة. فأهم تحدي أنه حدا عنده إعاقة حركية يقدم عرض مسرحي حركي. هنا كان المحك، عشان هيك بالإعاقات الشاشات الشيفونات اللوكسات، يعني مجموعة من الإكسسوارات والديكورات اللي كانت موجودة على المسرح اللي كانت تعطي مشهد بصري مختلف، ورسومات اللي تقدمت على الشاشات اللي هي كمان من رسم الفنانة آمنة اللي هي كمان عندها إعاقة حركية، ولكنها أبدعت في التقديم رسومات تحكي قصص بيعانوا منها المجموعة. الحد الثاني واللي أنا بعتبره كمان إنجاز كتير مهم اللي هو دمجه مع راقصين آخرين محترفين من فرق تانية. هم سبعة من ذوي الإعاقة ولكن العرض كان عدده 18، فبالتالي في 11 راقص وراقصة كمان اشتركوا معهم بالعرض وشاركوهم بالقصص وكانوا جزء من العرض بشكل كامل لمدته نص ساعة تحت عنوان متهم. نعم. أستاذ شرف، يعني كيف كان التفاعل مع هذا العرض وكيف كانت ردود فعل الجمهور أثناء عرضه؟ أنا كنت متوقع أنه الناس تتفاعل معه إيجابا، ولكن أهم إشي أنا سمعته ما بعد العرض من الغالبية الساحقة من الجمهور أنه الجمهور بكل الأحوال بده يتعاطف مع عرض فني لذوي الإعاقة، ولكن ولا مرة كان
فاكر انه يصير في تقدير للجانب الابداعي، بمعنى اجمالا احنا ذوي الاعاقه شو ما قدموا احنا بنزكف لكم، يعني لطيف حلو نحن نتعاطف معهم، ولكن هذا العرض ابدا مش استعطاف، هذا العرض ابدا ما بيطلب مساعده ولا بيطلب استجداء من اي حدا، هو ببين مهارات وببين ابداع عند المجموعه اللي فيه نوع وعنصر عالي من الابهار، اللي هون كان في التقدير الاعلى، مش لانه ذوي اعاقه معناته عادي يقدم شيء عادي، لا هو قدم شيء اكثر من المتوقع، وهذا كان التحدي تبعي. ضف الى ذلك انه كل صيغه العرض كانت توجيه اتهام للجمهور، واللي هو جمهور بشكل جزء من المجتمع، الموضوع نعم. مش شخصي ولكنه عام. إذا نعم. بتسأليني ليش احنا سمينا العرض متهم، لأنه السبب الرئيسي بكل المشاكل اللي بيعانوا منها المجموعة هي موجودة فينا احنا كمجتمع، بمعنى الطبيب اللي غلط وكانت غلطة طبية أدت لشلل نصفي عند البعض، هذا كمان متهم لحد ما يثبت براءته. المهندس اللي ما بيعمل العمارة والبنية التحتية ملائمة لذوي الإعاقة كمان بالنسبة لهم بنظر للعمارة على إنها معاقة ومش مؤهلة. التاجر اللي بحط بضاعته على الرصيف ما بتيح المجال لذوي الإعاقة يقدروا يمشوا، لأنه مش سهل ينزلوا ويمشوا في الشارع، كمان هذا متهم ليثبت براءته. كمان البلديات فيما يخص الصف لذوي الإعاقة، الحكومة بخصوص التأمين لذوي الإعاقة، فبالتالي كل المجتمع هو متهم اتجاه ذوي الإعاقة ومقصرين اتجاه ذوي الإعاقة لحين إثبات عكس ذلك. فعشان هيك كان طول العرض فكرة الاتهام والبحث عن متهم من بين صفوف الجمهور اللي قاعدين. نعم نعم والمتهم الأول لربما أكثر هو المجتمع أحيانا لعدم تقبل هدول الأشخاص وإرهاقهم بالكثير من الظلم وعدم المراعاة لظروفهم. يسعد صباحك أستاذ شرف، تحياتنا لك وشكرا على هذه الإيضاحة، وشكرا على هذا العرض أيضا اللي أوصل صوت الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة، وأوصل فكرتهم وأوصل حبهم لربما للحياة اللي إحنا أحيانا منهمشها ومنهملها. شكرا كثير لحضرتك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك وشكرا لاهتمامكم، على امل انه نقدم العرض في نابلس وتكونوا حاضرين. طبعا ان شاء الله، شكرا لك.